أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، طلب إعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي يواجه رفضا. وفي الزمان، مختص ينصح بتجنب القلق والخوف للنجاة من كورونا. وفي القدس العربي، حماس: الأسيرات في سجون الاحتلال يتعرضن للتعذيب والتنكيل. وفي العربي 21، احتجاجات مستمرة في لبنان لليوم السادس على التوالي. وفي العرب اللندنية، توافق وادي النيل يضيق الخناق على إثيوبيا. في العربي الجديد، إدارة بايدن تدرس الانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول مايو. وفي CNN، هل سيتحول المهاجرون إلى كبش فداء لكوفيد-19 في أوروبا؟ أهلا بكم. الميثاق وشيء من التأريخ في ميدان العمل الوطني للكاتب جهاد بشير. مر عامان على إعلان قوى مناهضة للعملية السياسية تأسيس الميثاق الوطني العراقي الذي يجمعها في واجهة سياسية تأخذ على عاتقها توحيد الجهد الوطني وتنمية خطواته والتعاطي مع المشهد والأحداث وفق أدبيات وثوابت سبق لها أن فرضت نفسها في المعادلة العراقية وبرزت بكونها رقما صعبا عقد الكثير من حسابات المشروع الاحتلالي بشقيه الميداني والسياسي. تقدم الأحداث والوقائع وصمود هيئة علماء المسلمين وثباتها على منهج معتبر أثبت قدرته على استمرارية المواجهة وأحبط خطط الاحتلال في إخلاء الساحة لأدواته ومساراته. أمور أنضجت فكرة الميثاق الوطني العراقي وأكسبتها ثقلاً وتأثيراً، فضلاً عن تأكيدها على حقيقة بادية في المشهد العراقي تؤكد أن الهيئة وقضيتها تمتاز برصانة وجدارة في تحصين الأفكار وقيادة قوى المناهضة وتمكين عوامل ثباتها وإرشادها إلى السبل التي تبقيها في ميدان المواجهة. في وقت قد يظن كثير من الذين لا ينظرون إلى الحياة بمنظار رباني أن القيام بذلك محال أو ضرب من الخيال، إن التاريخ وهو يمر بأحداث العراق ما بعد احتلاله يوثق جيداً أن مرحلية هيئة علماء المسلمين ذات مقاصد تتناسب مع الواقع ولها مقدرة على التعاطي مع متغيرات يفرضها الصراع بما لا يخرج عن أطر ثوابتها أو محددات أدبياتها، فهي التي تتقن في جل المنعطفات التي مرت بالقضية العراقية متى تعلن عن تحقيق هدف وأين يجب أن تضع القوى الوطنية أقدامها في سبيل ذلك، فكانت عن جدارة الرائدة المثالية لتبني مشروع الميثاق الوطني ورسم منهجيته وتحديد أهدافه. قوى الميثاق الوطني وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين تمتاز بتأريخها الحافل في مواجهة مشاريع الاحتلال والتأسيس لقوة تحرر وطنية ذات أهداف بمديات بعيدة وقريبة، ولأنها تعرف جيداً مواضع خطواتها وتدرك بيقين إلى أين تتجه، غرست بذور الميثاق منذ وقت مبكر ومن نقطة ليست ببعيدة عن أولى خطوات الاحتلال الأمريكي وأدواته التي وظفها لتكون واجهة قبيحة لتبرير خططه وتبرير وسائل تحصيل مصالحه. نبقى مع صحيفة الميثاق الوطني العراقي ونقرأ مقالاً للكاتب مثنى عبد الله جاء فيه: شكل نهج مقاومة الغزو والاحتلال الذي تبنته بعض القوى الوطنية منعطفاً مهماً في رسم ملامح الواقع السياسي العراقي والمنطقة، وفرض على قوى الغزو واقعاً جديداً لم يكن في حساباتها. كان نهج استخدام القوة الصلبة من قبل المقاومة هدفاً استراتيجياً وليس تكتيكياً، وصولاً إلى تشكيل حالة من الردع تفرمل حالة الاجتياح الشامل وتعيد المراهنة على الوعي الوطني من جديد كقوة دافعة
باتجاه النهوض. إن الإعلان عن الميثاق الوطني العراقي في عام 2019 في الوقت الذي يؤكد حالة النضوج المستندة إلى تجارب سابقة، فإنه يعطي انطباعاً واقعياً بأن الوصول إلى صيغة من العمل والتنسيق المشترك ممكنة في ظل التلمس الواعي والمسؤول لكافة الأطراف باستحقاقات كل مرحلة من مراحل المقاومة، كما أنه اتجاه صادق يؤكد حالة الشفافية التي تتمتع بها القوى الموقعة على الميثاق مع الإرادة الشعبية. لذلك كانت وثيقة الإعلان في مجملها وتفاصيلها وكذلك كل البيانات الصادرة منذ الولادة وحتى اليوم هي استجابة لآمال وتطلعات وطموحات شعبنا في رفض الظلم والاحتلال وما نتج عن ذلك من هياكل سياسية، وفي حقه في الحياة الحرة الكريمة في ظل سلطات وطنية تمثله تمثيلاً شرعياً. لذلك يؤكد الإعلان أحقية الشعب العراقي في اختيار حكومته بإرادته الحرة والعمل على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولأن تزوير إرادة شعبنا من خلال دستور زائف مشوه مدسوس كانت هي العمود الذي ارتكز عليه الاحتلال في بناء نظام سياسي معطوب، فقد أكدت وثيقة الإعلان على فقدان شرعية دستورهم. إن القوى المنضوية في الميثاق الوطني العراقي تؤمن بأن المسلمات الأساسية في التراث الإنساني العالمي التي تؤكد على حق الشعوب في نيل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية أنها ما زالت موجودة لتبقى، إن الاحتلال والطغاة والدماء قد سقطوا جميعاً ومن ما زال منهم فهو في طريقه إلى السقوط. هذه هي قوانين التاريخ، شاء من شاء وأبى من أبى. عن التغيير الديموغرافي في ديالى كتب حسين صالح السبعاوي في موقع مركز رسام للدراسات مقالا نستمع إلى جزء منه. تعرضت مدينة ديالى لانتهاكات جسيمة من قتل واختطاف واعتقال من قبل الميليشيات الطائفية، وتعتبر ميليشيا بدر والعصائب أبرز قوتين مسيطرتين على المدينة، وهما من قامت بهذه الانتهاكات التي أدت إلى عملية نزوح وتهجير للأهالي من مناطقهم السكنية. وأشار موقع الجزيرة نات إلى أن عدد المهجرين والنازحين يقارب 500,000 مواطن، وتركز القمع والتهجير على المناطق في قضاء المقددية ومركز ناحيتي أبي صيدة والوجهية والقرى التابعة لهما، بالإضافة إلى القرى المحيطة بقضاء الخالص مع الاستيلاء على بساتين المواطنين وممتلكاتهم. القرى التابعة لقضاء بعقوبة وناحية الهويدر وقراها ومناطق القاطون وحي المعلمين، ناحية العظيم والقرى التابعة لها، ناحية بهرز والقرى المحيطة بها، وهنا اكتفى بهذا العدد ولا يسع المجال لذكر كافة المناطق والقرى التي هجرت بسبب الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الطائفية. أما أنواع الانتهاكات التي مارستها الميليشيات وحسب تصريح محافظ ديالى الأسبق فكما يلي: عدد المختطفين في المدينة 27,380 مواطناً من مكون واحد، أما عدد القتلى فقدر ب 78,598 أغلبهم من ضباط الجيش العراقي السابق وأطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وعلماء دين وتجار. أدت هذه الانتهاكات والتهجير إلى عملية تغيير ديموغرافي في ديالى، ومن خلال نظرة بسيطة إلى نتائج الانتخابات المحلية في نهاية عام 2005 وكيف كانت الأغلبية للعرب السنة فيها حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في ديالى التي تبلغ حصتها 29 مقعدا تتنافس عليها الكتل السياسية. تحل بعد أيام الذكرى العاشرة لثورة السوريين على الفقر والظلم والفساد والامتهان. يقول الكاتب سلام الكواكبي في مقالة بصحيفة العربي الجديد: ما زال بعضنا، وأنا لست معصوما، يبدأ في مداخلاته علمية كانت أم عامة عند عرضه الوضع السوري أمام الغربيين والعرب بالتطرق بالتفصيل الرقمي مع الفواصل إلى مأساة الشعب السوري، بذكر عدد الضحايا والمفقودين والمهجرين داخليا واللاجئين خارجيا،
فلا ينسى بالطبع أن يتوقف عند حجم الدمار الذي أصاب البنى التحتية. ليس اختراعاً للذرة أن نشير إلى أن من يمثل مصالح دولة مهتمة بالملف السوري معني أولاً وأخيراً بمصالح الدولة التي يمثلها، وهذا لا يحرمه أبداً وفي أي حال من الحق بالشعور الإنساني والتعاطف الأخلاقي، إلا أنه في المقابل يؤدي عمله بمهنية يحسد عليها غالباً ويضع مشاعره في حقل الانتظار، وبالتالي هو ينتظر غالباً من اللقاء أن يعرف تأثير الملف السوري أو أي ملف آخر في هذا المجال، أي في مجال مصالح الدولة أو مجموعة الدول التي يمثلها. وعندما نعرف ذلك ونحن غالباً ما نعرف ذلك، علينا إذن أن نغير نسبياً من الأداء بحثاً عن النتيجة. فمن الممكن بكل تأكيد أن نعرض لمسألة اللجوء من زاوية أخرى تتعلق بوصول أعداد كبيرة منهم إلى سواحل الآخر، وتأثر سياساته العامة بهذه الموجات المتعاقبة والتي لن تتوقف ما دام الصراع مشتعلاً والعدالة مفتقدة والدمار مسيطراً. كما أن استعراض أرقام الدمار المادي لا يجب أن يتوقف عند مرحلة الحصول على التعاطف، بل عليه أن ينتقل إلى إشعار المخاطب بمدى تأثر مصالح من يمثل بهذا الملف من خلال عملية إعادة الإعمار وربطها بعملية الانتقال السياسي المنصوص عليها أممياً. ما يصح في معالجة الملف السوري يمكن تعميمه عربياً، بحيث يتم التركيز عند الحديث عن الأنظمة المستبدة ليس فقط على أعداد المعتقلين وعلى الانتهاكات الجارية لحقوق البشر، بل على انعكاس تفاقم هذا كله على البلاد الأوروبية من حيث موجات اللجوء وانعدام الاستقرار وتفاقم الإرهاب. فعندما تدعم دول الشمال الدكتاتوريات العربية ظناً منها أنها تحمي حدودها الجنوبية من الهجرة غير الشرعية ومن الإرهاب وتحافظ على الاستقرار اللازم للاستثمار الاقتصادي الرابح، فعليها أن تعرف أن هذا الدعم سيأتي بالتأكيد بنتائج كانت تسعى إلى عكسها أو هكذا تدعي. من كلام حسان دياب إلى السقوط المستمر لسعر العملة، إلى الفوضى التي يشهدها الشارع اللبناني، حيث يشارك حزب الله وحركة أمل في إغلاق الطرقات. ليس هناك ما يشير إلى وجود بارقة أمل في لبنان. مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. يصعب الحديث عن قعر يمكن للانهيار اللبناني بلوغه، تجاوزت قيمة الدولار 10,000 ليرة لبنانية، ولا يوجد ما يشير إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهره جبران باسيل يستوعبان معنى ذلك وأبعاده. حتى رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بثقافته السياسية التي يمكن وصفها بأنها أقل من متواضعة بدأ يستوعب. اكتشف دياب فجأة أنه لم يعد لديه ما يقوم به غير الاعتكاف، أي الامتناع حتى عن تصريف الأعمال من أجل الدفع في اتجاه تشكيل حكومة تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي. في ظهوره المفاجئ يوم السبت على الشاشات التلفزيونية، نسي حسان دياب أمراً واحداً، نسي ما سبق أن قاله عن أن حكومته حققت 97% مما وعدت به. أين تبخرت كل هذه الإنجازات؟ إذا كان الإفلاس اللبناني إنجازاً فقد أوصل رئيس الحكومة المستقيلة البلد إلى حيث المطلوب من أمثاله إيصاله. مخيف الوضع اللبناني، أكثر ما هو مخيف فيه أن الطرف الذي يتحكم بكل المفاصل السياسية أي حزب الله ليس لديه أي هم لبناني. ليس في لبنان قيادة سياسية، لا وجود لمن يريد تشكيل حكومة. لو كان ميشيل عون يريد تشكيل مثل هذه الحكومة لكان وافق على اللائحة التي وضعها سعد الحريري بين يديه بحسب الكاتب. يقول لوك ماكجي في تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية إنه مع بدء عمليات التطعيم التي تزحف ببطء في أوروبا، انحرف الانتباه إلى ما سيحدث عندما تعيد دول الاتحاد الأوروبي فتح أبوابها من جديد. فهل سيعود التركيز على مشكلة المهاجرين الشائكة؟ لوم المهاجرين على المشاكل الوطنية ليس أمراً مقتصراً على بريطانيا فقط،
وتقول روبرتا ميتسولا النائبة الأولى للبرلمان الأوروبي: لقد شاهدنا سياسيين يستخدمون خطاباً رخيصاً من أجل استخدام الموضوع كهدف سهل. ففي اليونان استخدم ساسة الفيروس كمبرر لإغلاق مخيمات المهاجرين، فيما استخدمت المعارضة في إيطاليا وصول المهاجرين لمواجهة الحكومة أثناء الوباء. وترى ميتسولا أن الطريقة الوحيدة لتحييد الموضوع تتم عبر بناء الثقة في وحدة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، ويتجاهل معظم النقاش حول الهجرة وكوفيد الصورة الحقيقية وما يحدث على الحدود الأوروبية. وفي مقابلات مع مسؤول أوروبي يعمل في نقاط الحدود، قال إن أعداد المهاجرين في نيسان أبريل وأيار مايو من عام 2020 كانت الأدنى منذ عام 2009، وقال إن من حاولوا العبور أثناء الوباء كانوا يريدون المضي بدون أن يتم اكتشافهم لعدم رغبتهم بالبقاء في معسكرات اللاجئين حيث ينتشر الفيروس بسهولة. ولا توجد أدلة عن دور للمهاجرين في التسبب أو نقل سلالة جديدة للفيروس. يخشى الباحثون العاملون في شؤون الهجرة من استخدام الجماعات الشعبوية فكرة نشر المهاجرين للفيروس بدليل أو بدون دليل، في وقت تعيد فيه أوروبا فتح أبوابها. ذكر شهود ووسائل إعلام في ميانمار أن الشرطة فتحت النار في مدينة ماندالاي على المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير شباط، مما أسفر عن مقتل شخص. قالت وسائل إعلام إن الرجل أصيب بطلق ناري في العنق وتوفي. في وقت سابق من اليوم نظم حشد كبير مسيرة سلمية في أنحاء المدينة وهتف: العصر الحجري ولا، لا نخاف من تهديداتكم. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.